نروح بقى مع حضراتكم الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكلام كان مهم جدا وبيعبر عن شخصيه الاهلي. هو قال ان الفريق حقق الهدف المطلوب بحجز، هنا بنتكلم بطاقه التاهل لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وبكده الاهلي اغلق الصفحه واغلق صفحه دوري ابطال افريقيا. خاصه من البدايه بنتكلم دور المجموعات هتكون اربع شهور من دلوقتي، فلسه وتحديدا كمان في فبراير اللي جاي، وما زال عندنا وقت لسه طويل جدا. بنركز بقى في كل بطوله عشان نقدر ان احنا نحقق الهدف يعني المرجو بتاعنا. خلينا نروح نشوف جزء من هذه التصريحات ونرجع نكمل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طبعا يعني زي ما انت قلت في بدايه المشوار الافريقي، والماتشات اللي زي كده برضو بتبقى ماتشات مقلقه الصراحه. يعني بعد كده بتخش في مراحل مختلفه، مراحل فيها يعني سواء كان دور المجموعات او دور الثمانيه او السيمي فاينل او النهائي، التركيز بيعلى مع البطوله. البطولات دي بتبقى ساعات فيها مفاجات مش ساره ومش سعيده مهما كان الخصم اللي بتلعبه، والمثال ده بيتكرر يوميا مش في قاره افريقيا بس، حتى في العالم كله. يعني النهارده مازيمبي بيخرج تمام، يعني بيتعادل حتى في الدقيقه الرابعه بعد الوقت الاصلي، يعني يا دوبك هم صفروا او جا الجول بتاع التعادل بتاعهم والحكم صفر، يعني حتى السنتره نفسها ما اتلعبتش يعني. وكانوا متعادلين طبعا 0-0 في المباراه الاولى، فبالتالي خرج مازيمبي. يعني دي بتبقى مفاجاه طبعا مش كويسه، لازم تقابل تركيز عالي قوي في الاول. الحمد لله على المكسب، يعني بتقفل الصفحه دي، وبعد كده هتخش بقى على دوري بدايته قويه جدا مع فرقه طبعا كبيره وعريقه ولها اسمها في الدوري. حاله التركيز تبقى عاليه ان شاء الله، من المجموعه اللي هي كانت جديده او جايه من الاعراض اللي ما كانش حق لهم القيد الافريقي هيبقى موجودين معاك في المباراه المحليه، فان شاء الله الرحمن باذن الله نكون كويسين ان شاء الله. اعتقد مكاسب متعدده النهارده، يعني عوده قفشه بهدفين، عوده محمد شريف لحس التهديف بهدف، ايضا عوده حسين الشحات، عوده كهربا، مكاسب متعدده. يعني بجانب الاسماء اللي حضرتك قلتها في الصفقات الجديده اللي هتكون معانا قبل انطلاق الدوري، وحمدي فتحي كمان يعني طبعا. يعني زي ما قلت لك، يعني خلاص انت من بكره هنبدا نستعد لمباراه الاسماعيلي، مباراه هتتلعب في برج العرب. عايزين نبدا بدايه قويه، وعايزين نبدا بدايه كويسه ان شاء الله الرحمن، مع انضمام المجموعه اللي انت قلتها ديت، يعني سواء كان عمار او حمدي عبد القادر او بيرسي او لويس، كل المجموعه اللي ما كانش يحق ليها انها تكون موجوده في افريقيا هتبقى موجوده معانا ان شاء الله الرحمن في الدوري. يعني اكيد عايزين كلنا وكل جماهير النادي الاهلي تطمن على حاله وليد سليمان، نطمن من خلالك برضه حاله وليد سليمان. شفنا ان وليد خرج في عربيه سياره الاسعاف الى احد المستشفيات القريبه من ملعب المباراه، وعنده حاجه يعني خبطه في او ارتجاج خفيف كده، هنطمن عليه دلوقتي، لكن الحمد لله فايق يعني، راح المستشفى وهنطمن عليه دلوقتي، انا رايح له ان شاء الله دلوقتي. كابتن سيد اخيرا، يعني اكيد في رساله قلتها للاعبين عقب يعني علمك وتابعت مباراه مازيمبي، اكيد قلت رساله للاعبين، انت حامل اللقب لنسختين واكيد بيهمك ان انت تحقق اللقب للعام الثالث على التوالي كانجاز للنادي الاهلي، ايضا يعني اكيد كانت رساله مهمه جدا. اهم حاجه بالنسبه لنا يعني في السمه اللي احنا موجودين عليها من اجيال اللي بتسلمها اجيال اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، هي حته الروح والشراسه اللي عندنا، مش عايزين نفتقدها خالص. ممكن يبقى عندنا مستوى فني عالي جدا جدا، ممكن يبقى عندنا قدرات عاليه جدا، لكن اهم سمه عندنا هي سمه الشراسه والروح يعني، فان شاء الله الرحمن نكون داخلين بيها. عندنا دوري ابطال افريقيا في مجموعه من الانديه ومجموعه من الفرق اللي لها تاريخ كويس قوي في البطوله، بس زي ما قلت البطوله الافريقيه بتبقى خطوه بعد خطوه بعد خطوه، يعني هتقفل ده لان انت هترجع له بعد حوالي اربع شهور من دلوقتي بمشوار الافريقي. يعني هتقعد تتفرج على الفرق اللي طالعه، على الفرق، التصنيف كمان هيبقى مختلف. يعني بعد ما خرج مازيمبي دلوقتي انت عندك النجم يخش تصنيف ثاني مع كوناكري، مع صن داونز، مع الزمالك، مش عارف يعني النجم ولا لا، انا مش حاسبها دلوقتي بالورقه والقلم، لكن اعتقد يعني هل هي صح ولا غلط ما اعرفش، عشان بس الورقه والقلم قدامي، اعتقد هتبقى ما بين الرجاء والزمالك، مش يعني الرجاء هيكون تصنيف اول مع الوداد، مع الترجي، مع النادي الاهلي، التصنيف الثاني هيكون صن داونز وحوريه كوناكري. التصنيف الاول هيبقى الاهلي والوداد والترجي والرجاء وبين الرجاء والزمالك، هل هي ما بين الرجاء والزمالك يعني، فاهم، كتصنيف اول يعني. فيعني هنقعد نتفرج طبعا، وبعد كده هنرجع للبطوله الافريقيه، لسه بدري بقى عليها خالص يعني، خليها في جنب كده لحد ما نشوف مشوارنا في افريقيا، وبعد كده السوبر الافريقي، لكن هنبقى طبعا عين على افريقيا، لكن في النهايه عندنا فتره كبيره مش صغيره. النهارده انت في شهر 10، اول مباراه هتبقى في فبراير في دور المجموعات، فانت قدامك لسه اربع شهور يعني. ده كان جزء يعني من الكلمات او من اللقاء اللي كان مع كابتن سيد عبد الحفيظ.